قال مفتش عام وزارة الدفاع الأمريكية أن التنظيم ظهر من جديد في سوريا وعزز من قدراته في العراق رغم خسارته. بدوره ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير له أن التنظيم يمتلك أكثر من 300 مليون دولار وأنه قادر على إرسال أموال لخلاياه وتحريكها. بالتزامن مع تحذيرات عديدة وتقرير أمريكي من أن تنظيم داعش الإرهابي لم يهزم ويستعد للعودة مجددا وعلى نحو أشد خطورة رغم خسارته للأراضي في سوريا والعراق المجاور، مفتش البنتاغون أعلن في تقرير أن تنظيم داعش يعاود الظهور في سوريا مع السحب الجزئي للقوات الأمريكية منها واستأنف أنشطته فيها خلال الربع الحالي من السنة، كما أنه عزز قدراته في العراق بالرغم من خسارته على المستوى الإقليمي. وحمل تقرير صادر من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الرئيس دونالد ترامب مسؤولية إعادة انتشار مسلحي تنظيم داعش في مناطق عدة بسوريا والعراق. واعتبر التقرير الربع السنوي للبنتاغون الذي عرض على الكونغرس الأمريكي أن قرار ترامب بسحب قوات أمريكية من سوريا فضلا عن إهمال العمل الدبلوماسي مع حكومة بغداد ساعد داعش دون قصد على تنظيم صفوفه مرة أخرى في البلدين. وأوضح التقرير أن تنظيم داعش واصل تحوله من قوة مالكة للأراضي إلى تمرد في سوريا وكثف تمرده في العراق، رغم أن ترامب قال لصحيفة وول ستريت جورنال إن التنظيم هزم. وكان مسؤولون وخبراء سياسيون وعسكريون حذروا مرارا من أن الانسحاب الأمريكي السريع من سوريا سيمكن داعش من إعادة تنظيم صفوفه بعد تلقيه هزائم عسكرية واقتصادية ساحقة من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. كما ذكر تقرير البنتاغون بشكل صريح أن تخفيض عدد القوات الأمريكية في سوريا الذي أعلنه ترامب نهاية العام الماضي أسهم في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. وحسب التقرير ترك الانسحاب الذي أدى إلى استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس شركاء الولايات المتحدة السوريين في مأزق دون تدريب أو دعم كان يحتاجون إليه لمواجهة داعش. وفي العراق تفتقر قوات الأمن إلى التجهيزات اللازمة لمحاربة التنظيم الإرهابي لفترات طويلة في ظل التهديدات التركية بالقيام بعملية عسكرية تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا. تبرز العديد من الأسئلة التي تبحث عن إجابة، وفي حال شنت الدولة التركية هجوما على المنطقة سيكون من الصعب حماية مناطق عديدة مع تواجد لخلايا داعش فيها. وفي وضع كهذا سيكون هناك خطر على وجود التحالف الدولي ضد داعش وخاصة القوات الأمريكية، وليس خطرا فحسب، فربما تخسر كل ما حققته في المنطقة. وفي الوقت ذاته ستتحول المناطق الأكثر أمانا في سوريا إلى المناطق الأكثر تعقيدا في سوريا، وهذا يعني وقوع خلل وحتى انتهاء التوازنات في المنطقة، أي أنه في وضع كهذا سينتعش داعش من جهة وسيعزز النظام السوري وحلفائه قوتهم في المنطقة من جهة أخرى. والحديث عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل يسعدني أن أرحب بضيوفي معي من بغداد أستاذ أثير الشرع كاتب ومحلل سياسي، ومن إسطنبول الأستاذ عبد المنعم شوماني باحث في الجماعات الإسلامية. ضيفي الكرام أهلا ومرحبا. أستاذ عبد المنعم لو أبدأ من عندك، مساء الخير أولا. مساء الخير، أحييك وأحيي كافة مشاهديك وضيفك الكريم. أهلا وسهلا أستاذ عبد المنعم. في ظل هذه التقارير والتحذيرات التي تؤكد من إمكانية عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى الواجهة من جديد، برأيكم ما حقيقة هذا الأمر وفق الدلائل الموجودة والمعطيات على الأرض؟ وفي الحقيقة يعني التنظيم انتهى كجسم سيطر على مساحة جغرافية من الأراضي وأصبح يديرها بما يشبه إدارة الدولة، وأصبح يمارس سلطاته المدنية على السكان ويمارس أحكام قضائية أيضا عليهم، وأيضا شرع في بعض حتى بعض الأعمال تصدير وبيع وشراء اشتراء وما إلى ذلك. أما أن التنظيم انتهى، التنظيم لم ينتهي، التنظيم عادة إلى وضعه الطبيعي وهو الوضع المعتاد للجماعات الإسلامية المتطرفة، وهو العمل الإجرامي والعصابي الذي يضرب تارة ويختفي تارات أخرى. فالقول بأنه انتهى هو حقيقة يعني انتهى كالنقطة التي تحول فيها وهي غير معتادة في الحقيقة. أما الآن فهو يعود إلى ملعبه الأساسي التي تتقنه وتربت عليه الجماعات الإرهابية المتطرفة على مدى عقود منذ القرن الماضي. نعم أستاذ أثير الشرع مساء الخير. مساء النور أستاذ وعد، حياك الله. أهلا بك أستاذ أثير. يبقى العراق دائما أكثر دولة تحذر من وجود تنظيم داعش الإرهابي وأنه بات يستجمع قواه مرة أخرى، برأيكم ما هي الدلائل التي تؤكد تعزيز داعش لقوته في العراق في ظل هذا الانقسام الحاصل في المشهد السياسي؟
نعم، تحياتي لك أستاذ وعد، وتحياتي إلى ضيفك الكريم، ونهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم وعلى جميع المشاهدين من الخير واليمن والبركة. كل عام وأنت يعني بخير. عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق وإلى تنظيم صفوفه كما يعني تقول بعض الأخبار، وكذلك في سوريا، يعني نعتبره أنه الخلافة انتهت، المشروع الداعشي انتهى في العراق وسوريا، لكن هناك خلايا نائمة ربما نهضت من كبوتها وتحاول إعادة تنظيم صفوفها. هناك تقرير يتحدث عن وجود 18,000 إرهابي على الحدود العراقية السورية، تمتد من حمص إلى الحدود العراقية، لكن نعتقد أنه استحالة يعني عودة تنظيم داعش في العراق تحديدا كسابق عهده، يعني عندما احتل الموصل وصلاح الدين كذلك الأنبار، هذا من محي الخيال. العراق الآن يمتلك جيش قوي جدا، كذلك يمتلك حشدا شعبيا الذي يعني متماسك جدا، قوة متماسكة، والذي انضم حديثا إلى القوى الأمنية، واستحالة يعني عودة هذا التنظيم بفعل القوى العسكرية الموجودة والعزيمة والعقيدة لدى القوى الأمنية جميعا. نعم. لمقارعة أي تنظيم إرهابي. نعم، ولكن هناك نقطة في غاية الأهمية، الكثير من التقارير تحدثت عن تهديدات داعش ما زالت موجودة بشكل قوي جدا في ظل تمتع التنظيم بإمكانيات مالية وأمنية وعسكرية واستخباراتية قوية، وحضرتك أشرت إلى وجود 18,000 إرهابي تابع لداعش في المنطقة على الحدود السورية العراقية. نعم سيدي العزيز أستاذ وعد، يعني هناك خروقات أمنية ربما في بعض المحافظات في ديالة تحديدا، تحاول خلايا النائمة لداعش في محافظة ديالة إبراز نفسها على أن هي ما زالت موجودة، كذلك في محافظة يعني صلاح الدين هناك ثلاث عمليات أسماها القوات الأمنية أسمتها بإرادة النصر، وحصلت فعلا هناك تمشيط ويعني لبعض المناطق التي تنشق فيها تنظيمات داعش، وهذه الثلاث مراحل انتهت، وهناك يعني لا يوجد خلايا نائمة في بعض المناطق، لكن برز تنظيم داعش خلال الأيام الماضية في محافظة ديالة، كذلك هناك ربما سيناريو في محافظة نينوى في الموصل تحديدا، يعني انسحاب القوات الأمريكية من بعض المناطق السورية، كذلك هناك ربما نشكك بأن هناك مشروع تكتيكي داخل العراق، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية دعم بعض الفصائل المسلحة ومنها داعش لعودتها بشكل أوسع للعراق. هناك اتفاقيتين أمنيتين بين القوات العراقية جانب العراقي وبين الولايات المتحدة الأمريكية، تنص هذه الاتفاقية على حماية الولايات المتحدة الأمريكية للعراق من أي خطر يداهم أمنه ويداهم أمن محافظاته. الآن ربما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الانسحاب التكتيكي يعني عودة بعض الفصائل الإرهابية إلى سوريا وإلى العراق للتدخل، ومن ثم عودة قواتها إلى العراق وسوريا. طيب، خصوصا لنرى على الحدود العراقية السورية. لنرى إلى أي مدى يتفق معك الأستاذ عبد المنعم ضيفي من إسطنبول. أستاذ عبد المنعم، يعني في ظل كل هذه التقارير التي تؤكد بأن داعش لازال يمتلك المال، القوة العسكرية، موضوع الاستخبارات والجهات الأمنية التابعة للتنظيم، يعني لو سألتك بشكل أو بآخر الأسباب والعوامل المساعدة لنشأة داعش مرة أخرى؟ داعش في الحقيقة وكغيره من الجماعات المتطرفة الإسلامية يستمد عقيدته من كتب التراث الموجودة، وهذا أمر أصبح يعني مكشوف لدى كثيرين، وكل المذابح التي قام بها وكل الانتهاكات التي قام بها لها نصوص موجودة في كتب التراث، ولا زالت تتداول إلى الآن في مساجد يعني الدول العربية قاطبة، وكل من يدعون محاربة داعش حتى من غيره من الجماعات الإسلامية يتفقون معهم في ثلاثة أرباع أفكارهم، ولكن ما يسمونه إنزال الوقائع يختلفون في هذه، وأيضا في مسألة ولي الأمر
لذلك فالانتقال الشباب والمراهقين من جماعة إلى جماعة عبارة عن درجة واحدة فقط تنقله إلى هل هذا التنظيم المتطرف الإرهابي. هذه التنظيمات هي تعي جيدا كيف تتعامل مع الأجهزة الأمنية في جانب العصابي جانب المخابرات. هي فشلت في تحقيق الدولة التي يسمونها الخلافة أي نعم، ولكنها الآن تعود إلى طبيعتها الأولى في إنهاك القوى النظامية والقوات الجيش. هذا يعني ملعبها وهي تحسن التعامل فيه بشكل كبير مهما كانت الدول المحتاطة وهي الأجهزة الأمنية بين مطرقة الإرهاب وبين سندان حقوق الإنسان وتضييق على الناس. فيعني هذه مسألة جد معقدة وجد صعبة في الحقيقة يعني. أستاذ أثير، في ظل هذه النقطة التي هي في غاية الأهمية أشار إليها الأستاذ عبد المنعم عندما تحدث عن أيديولوجية باقية لهذا التنظيم الإرهابي، كيف من الممكن أن تحدد طرق للتعامل مع هذا الفكر والقضاء على التنظيم نهائيا أستاذ أثير؟ نعم، لا أختلف يعني مع السيد مع ضيفكم الكريم، لا أختلف كثيرا، لكن نحن في العراق يعني استطاعت القوى الأمنية بكل مفاصلها وبكل يعني البرية وكذلك الجوية وجميع الفصائل الأمنية التعامل مع التنظيمات الإرهابية بنجاح. يعني صحيح أنه تنظيم داعش يمتلك أيديولوجية ويمتلك ربما عقائدية أكثر من اللزوم، وهناك كسب لبعض المغرر بهم وهناك غسل عقول، لكن بالمقابل لدى يعني الحكومة العراقية الإرادة الحقيقية لقمع أي تحرك إرهابي بأي مكان. يعني هناك جاهزية كبيرة لدى القوات الأمنية العراقية لكبح جماح أي خلايا أو أي خلية نائمة في أي مكان كانت. لا ننكر أن هناك بعض الخروقات الأمنية في بعض المحافظات وفي بعض الجيوب التي ربما تنشط تنظيمات داعش، يعني نخصص احنا نحدد محافظة ديالة ونحن نضع اللوم على بعض سكان المناطق التي تعتقد انه داعش يعني اتى محرر واتى ولا يستفيدوا من بعض يعني ما تم خلال السنوات السابقة حينما احتل داعش مناطقهم. يعني نحن نضع اللوم على بعض السكان المناطق التي تنشط فيها هذه الخلايا النائمة بعدم التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم الإبلاغ عن أي خلية أو أي نشاط إرهابي داخل المحافظة، أي محافظة ديالة. يعني محافظة الأنبار الآن ربما نعتبرها محافظة آمنة، كذلك محافظة صلاح الدين تختلف كثيرا عن السابق. يعني لا يمكن أن نقول أنه بعد معارك إرادة النصر الثلاث في الثلاث مراحل أن هناك ربما خلايا نائمة كثيرة جدا. يعني كما قلت لك قبل قليل تم تمشيق بعض المناطق وتم كبح جماح الخلايا النائمة وتم المسك بالكثير الكثير أو ربما مئات الإرهابيين الذين ينشطون كخلايا نائمة في المحافظات العراقية. يعني لا ننكر أن هناك ربما مخاطر عودة تنظيم داعش من خلال الحدود السورية المفتوحة، وتكلمنا ربما عن بعض التقارير البريطانية عن وجود 18,000 داعشي الآن، وربما ستتغير الخلافة، ربما أبو بكر البغدادي الآن سينقل خلافته إلى شخص آخر وهو تركماني من كركوك العراقية. الآن ربما فعلا يعني لدى داعش الإرهابي سيناريو، ولا يمكن أن نقول عنه أنه ليس خطير أو نتماهل في التعامل معه، لكن جدية التعامل من يعني من قبل الحكومتين السورية والعراقية يجب أن تكون هناك جدية وتعاون تام بين سوريا والعراق لكبح جماح أي تحرك إرهابي على الحدود السورية العراقية التي ربما ستشهد معارك ضارية خلال الأسابيع المقبلة. أستاذ عبد المنعم، نعم أستاذ. بالعودة إليك، كان هناك ثروة تقدر ب6 مليارات دولار في حوزة التنظيم. السؤال الأبرز هنا، أين ذهبت كل هذه الأموال في ظل إشارة الأمم المتحدة بأن داعش الآن يمتلك 300 مليون دولار أستاذ عبد المنعم؟ ولا ننسى أن التنظيم قام بشراء عدد هل تسمعني أخي كريم؟
تفضل. نعم. هذه الحرب التي خاضها في سوريا وفي العراق كلفته الكثير من الأموال. أيضا هو شرع في نقل عدد كبير وأقام ولاية ما أطلق عليها ولاية شمال أفريقيا، نقل عدد كبير من رجاله وأمواله. كل هذه الأموال إلى أيضا هو التنظيم لا يخلو من عمليات سرقة وابتزاز ونقل أموال إلى عدة دول. هناك عمليات إرهابية قام بها في بعض الدول وغيرها. يعني مسألة نقل الأموال هذه أمر يعني تطرقت إليه عدة تقارير صحفية دولية. أيضا التمويل يعتمد على استراتيجية التمويل الذاتي أو شبه الذاتي، يقوم عبر أما التجار بالبشر أو تجارة الممنوعات، تجارة المخدرات، تجارة النفط، ما إلى ذلك. مسألة التمويل ليست صعوبة، إنما هو ينقل أمواله في بداية إنشاء ما يطلق عليها بالولايات فقط. نعم. بالعودة إليك سيد أثير، في هذه الجزئية برأيكم أموال داعش كيف من ممكن في مكان أن يستثمرها من جديد في ظل التقارير التي تؤكد بأن الثروة تقدر من بين 300 مليون، من 50 إلى 300 مليون دولار أستاذ أثير؟ أستاذ وعد، تنظيم داعش ينشط الآن في ليبيا وهي دولة نفطية، وتحاول بعض الخلايا السيطرة على بعض الآبار النفطية في ليبيا، كذلك تنشط في نيجيريا، ونيجيريا أيضا دولة نفطية وتحاول، يعني هناك خلايا كذلك كثيرة في هذه الدولة. يعني المهم تنظيم داعش يختار الدول النفطية لتمويل نشاطاتها الإرهابية. يعني نلاحظ أن هناك فعلا جمع أموال بطرق غير مشروعة، ربما من خلال تهريب النفط ومن خلال عملية الاتجار بالبشر كما قال ضيفك الكريم. كذلك هناك السيطرة على بعض الثروات في سوريا أو يعني منابع المعادن، وكذلك في العراق يعني كان يستحوذ على بعض آبار الغاز والنفط، لكن الآن استحالة أن نقول أنه في العراق يستطيع يعني مد ثروته أو مد أمواله أو الاستحواذ على بعض الآبار كالسابق. الآن تنظيم داعش ربما يمتلك ثروة يعني ليست بكبيرة جدا بفعل كما قلت لك تهريب النفط من خلال بعض الآبار النفطية التي يستحوذ عليها، ربما يهربها إلى أين؟ في ليبيا ونيجيريا. نعم. يعني في ظل الحديث عن العراق وسوريا، هذه دعنا نقول أو النفط، كمية النفط الذي يقوم بتهريبها حضرتك أشرت إليها، إلى أين يتم تهريب هذا النفط؟ يعني هناك عدة أماكن، يعني لا أستطيع البوح، لكن الأماكن التي تذهب إليها ناقلات النفط المهربة، يعني هناك كثير من الدول تشتري النفط يعني بأبخس الأثمان. يعني هناك ربما عروض من خلال تنظيمات داعش تهرب النفط إلى بعض الدول، لا يمكنني أن أقول أي دولة تشتري. لماذا لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ يعني هي دولة مجاورة للعراق، حضرتك كأنه فهمت من طرحك بأنها دولة مجاورة للعراق. لا 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 إطلاقا، يعني لا يمكننا القول أنه هي دولة جارة للعراق إطلاقا. يعني هناك عدة دول تشتري البترول، لكن لنحدد، يعني كذلك هناك بعض الدول الجارة للعراق وأنتم تعرفونها جيدا، وربما ستحدد قريبا منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، وربما كلامي واضح. يعني بعض الدول المجاورة للعراق ومنها البعيدة من العراق تشتري النفط وربما النفط المهرب من خلال آبار إقليم كردستان شمال العراق، وربما النفط المهرب من قبل داعش الإرهابي. إذن يعني تنظيم داعش الإرهابي يمتلك من الأموال ما يستطيع سد رمقه وكذلك تمويل عملياتها الإرهابية، لكن نكرر على الحكومتين السورية والعراقية التباحث والتفاهم حول آلية محاربة هذا التنظيم مجددا، والاتفاق على ووضع اتفاق عسكري أمني لمواجهة الخطر المحدق الجديد الذي ربما لا نستبعد أن يكون هناك بدعم التحالف الأمريكي لهذا التنظيم لخلق جو من الغير آمن، من غير الأمن في هذه المنطقة، وربما محاولة العودة مجددا عبر قوات كبيرة جدا واحتلال بعض المناطق التي تقول عنها الولايات المتحدة إنها مناطق غير آمنة.
طيب أستاذ عبد المنعم، يبقى سؤال في غاية الأهمية، ما هي المعالجات الدولية والقانونية للإرهاب في ظل الحديث عن إمكانية داعش لتحويل أموال إلى خلاياه النائمة في أكثر من مكان أستاذ عبد المنعم؟ هي في الحقيقة المعالجات الدولية هي معالجات سطحية تعرقلها المناكفات الدولية وحال الاستقطاب الدولي، مثلا ذلك الطرف بدلا من أن يحارب هو الطرف الثاني، يسمح لنمو جماعات متطرفة. أنا أقول نمو وليس أن يزرع، لأن هذه الجماعات عندما نقول هي صناعة مخابراتية فإننا كأننا نخدع أنفسنا، هي صناعة تراث تراكم عبر قرون. يعني حضرتك ولكن الدول القولية تستفيد. نعم يعني حضرتك في هذه الجزئية تناقض أستاذ أثير. نعم أستاذ عبد المنعم تسمعني؟ نعم أنا أسمعك. قلت لك في هذه الجزئية يبدو أنك تخالف الأستاذ أثير الشرع. أنا هذه رؤيتي نعم. أن القوى الدولية المعالجة الدولية والأممية لقضية الإرهاب تعطلها المصالح والمناكفات والكيد السياسي. أما أن هذه المنظمات هل هي زراعة مخابرات؟ هذا مستحيل، هذه هي نتيجة تراث دموي، أيضا بعض المعارك الإجرامية والمعارك السياسية عبر التاريخ أطلق عليها جسافا ومغالطة أنها فتوحات وما إلى ذلك. هؤلاء الشباب عندما يقرؤون هذا التراث الدموي الموصوف بالفتوحات وهذا التمجيد لحالات السبي وانتهاك حقوق الإنسان والاغتيالات، كل ما تفعله هذه المنظمات المتطرفة الإرهابية هو موجود في كتب التراث. نعم ويتداول بكل أريحية، أقول يتداول بكل أريحية ضمن المساجد الخاضعة لوزارات الأوقاف في جميع البلدان العربية. نعم أستاذ أثير، بالعودة إليك، من المستفيد من هجوم تركيا في حال لو تم على شمال شرق سوريا في هذه الحالة، في ظل الحديث عن تنامي مخاطر عودة تنظيم داعش الإرهابي بشكل أكثر إجرام من ذي قبل؟ يعني المستفيد الأول هو بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية، وربما هي اتفقت مع الجانب التركي على تواجد يعني تركي وعلى وجود ما يسمى بمنطقة آمنة شمال شرق سوريا. يعني الآن تم الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين تركيا رغم وجود خلافات يعني من غير جانب على وجود منطقة آمنة في هذه المنطقة، وهذه المنطقة ربما ستعزز تواجد الإرهابيين في مناطق أخرى وربما في هذه المناطق تحديدا. إذن نحن نقول أن المستفيد الأول هو التنظيمات الإرهابية زائدا الولايات المتحدة الأمريكية التي ربما ستعزز تواجدها في هذه المناطق وتستفيد من تواجدها لضرب بعض التنظيمات التي تراها ضد مصالحها. يعني كما قلت لك يا أستاذ وعد، هناك سيناريو أمريكي ربما سيبدأ من هذا الإحياء الداعشي ربما من جديد. يعني هناك سيناريو خطير جدا. نعم يعني الأستاذ عبد المنعم يختلف معك جملة وتفصيلة فيما يتعلق بموضوع تنظيم داعش الإرهابي، يا ريت تعقيب منك بثلاثين ثانية على هذا الأمر. يعني الاختلاف لا يفسد في الود قضية، يعني لا للأستاذ عبد المنعم رؤية ولنا رؤية أخرى. يعني نحن في العراق نعتقد ما قلت له لك يا أستاذ وعد، تنظيم داعش في العراق اندحر وولى، ولا يمكن القول أن تنظيم داعش سيعود كسابق عهده. الآن العراق يمتلك قوة أمنية وقوة عقائدية كبيرة جدا تستطيع كبح جماح أي إرهابي يأتي عبر أي دولة، لكن تنظيمات داعش ربما ستنشط عند الحدود السورية العراقية، وكما قلت لك أن هذه التنظيمات تمول نفسها بنفسها من خلال تهريب النفط من بعض الدول النفطية، وهناك دول تشتري منها من تنظيمات داعش ربما النفط المهرب البترول المهرب، وهي ستغذي عملياتها الإرهابية داخل عدة دول وليس فقط في العراق وسوريا. إذن نستطيع القول أن المخاوف من عودة تنظيمات تنظيم داعش كسابق عهده لا يمكننا التخوف بهذه الطريقة، يعني لأننا في العراق وكذلك في سوريا نمتلك يعني قوات قسد
كذلك الجيش العربي السوري، كذلك في العراق هناك قوات الحشد الشعبي والقوات العقائدية والجيش النظامي. اسمح لي نعم ضيفي من بغداد الأستاذ أثير الشرع كاتب ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك، وشكر لك أيضا ضيفي من اسطنبول الأستاذ عبد المنعم الشوماني باحث في الجماعات الإسلامية. شكر الأعظم لكم مشاهدينا على حسن وكرم وطيب المتابعة، دمتم بخير، إلى اللقاء.